أفادت تقارير إعلامية أن العديد من أطفال المخيم مخيمي الركبان على الحدود السورية الأردنية أصيبوا بمرض اليرقان المعروف بأبو صفار، وسط غياب الأدوية وارتفاع أسعارها بشكل كبير حال توفرها، فيما جدد قاطنو المخيم الاحتجاج والرفض للحصار المفروض عليهم تحت أنظار المجتمع الدولي. إلى جانب الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعانيها النازحون في مخيم الركبان على الحدود السورية الأردنية، تتفشى الكثير من الأمراض والأوبئة في صفوف النازحين بالمخيم وسط غياب شبه تام للأدوية والرعاية الصحية في المخيم المحاصر. تقارير إعلامية أفادت أن العديد من أطفال المخيم أصيبوا بمرض اليرقان المعروف أيضا بأبو صفار وسط غياب الأدوية وارتفاع أسعارها بشكل كبير حال توفرها، فيما جدد قاطنو المخيم الاحتجاج والرفض للحصار المفروض عليهم تحت أنظار المجتمع الدولي. مدير نقطة شام الطبية في المخيم قدر أعداد المصابين بنحو 20 طفلاً، مبيناً أن العلاجات الموصوفة لمرض اليرقان هي بعض الفيتامينات وخافضات الحرارة، لكن عدم توفرها وارتفاع أسعار الموجود منها أدى إلى لجوء الأهالي إلى طب الأعشاب لعلاج المرض. ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي بثوا كلمة قرب الساتر الترابي الذي يفصل بين الأردن وسوريا ضمن وقفة احتجاجية لقاطني مخيم الركبان، جددوا خلالها مطالبهم بتحسين الأوضاع المعيشية أو فتح طريق آمن لخروج النازحين المحاصرين إلى مناطق الإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا أو إلى الشمال السوري. المجلس المحلي في مخيم الركبان استنكر صمت المجتمع الدولي وخاصة قوات التحالف المتواجدة في المنطقة إزاء ما يتعرض له النازحون من حصار خانق وظروف معيشية وإنسانية صعبة، دون أن تحرك الأطراف المعنية ساكنا لإنهاء هذه المعاناة أو التخفيف من وطأتها. وحول هذا الموضوع مشاهدينا ينضم إلي من عمان رامي الدباس محلل سياسي، أهلا ومرحبا بك سيد رامي. يعني لو تطلعنا بحسب معلوماتك عن صورة ما يجري في مخيم الركبان إنسانيا وبائيا معيشيا. سيد العزيز، هذا المخيم المشكلة ليس في المخيم نفسه، المشكلة من تسبب فيها في وجود هؤلاء النازحين. يعني بطبيعة الحال أول شيء يعني هنالك يعني بالنسبة للأردن يعني ما تقول عنه الأردن وما تقول به الدول المجاورة وما يقول عنه يعني نفسها الدولة السورية أن هنالك يعني خلايا نائمة يعني في هذا المخيم، ويعني يجب بطبيعة الحال ليس نقلهم يعني إلى أي جهة أخرى بل مساعدتهم وإيواءهم ويعني دعمهم إنسانيا، يعني نقلهم يعني إلى دول أخرى يعني بالنسبة في منطقة يعني تعتبر أنها هنالك خلايا نائمة، هذه مشكلة. لكن من تسبب في هذه الأزمة يعني عليه أن يتدخل دول الاتحاد الأوروبي ودول أمريكا. من تسبب في هذه المشكلة وهذه الأزمة الإنسانية وهذه الأزمة الاقتصادية في سوريا بأكملها يعني عليهم أن يتدخلوا. بطبيعة الحال هنالك يعني كانت دعوات يعني يعني من يريد أن يعود إلى الحضن يعني في إلى الدولة السورية فليعد، ومن لا يريد فليبقى في هذا المخيم. لكن بطبيعة الحال على أمريكا وعلى دول التحالف أن تتدخل وأن ترسل لهم المساعدات، وكيف لا وهي من تسببت في هذه الأزمة يعني منذ أكثر من 12 سنة. يعني الأردن يعني جميع الدول ومن الخليج من تسبب في هذه الأزمة ومن تسبب في أزمة اللجوء عليه أن يتدخل وأن يساعد هؤلاء إنسانيا. كان لديهم حجة أن هنالك خلايا نائمة وخلايا متطرفة بين هؤلاء اللاجئين، وليس الجميع بطبيعة الحال طبعا أعتذر، لكن هنالك البعض يعني. لكن من هذا المجال يعني عليهم أن يقوموا بمساعدتهم إنسانيا سواء بالأدوية والأغذية وغيرهم. نعم، لكن يعني ذكرت أنه من أراد العودة إلى حضن الدولة السورية كما سميته، العائدون أو معظم العائدين عائلاتهم وذويهم قالوا إنهم تعرضوا للاعتقال والتعذيب وبعضهم فقد حياته تحت التعذيب على أيدي القوات الحكومية السورية.
طبعا انا هنا لست لاتدخل في الشان السوري. طبعا يعني اذا كان هذا الكلام صحيح يعني هنالك مسؤولين عن هذا المخيم ومخيمات اللجوء باكملها ومنها لبنان ومنها الاردن. الولايات المتحده الامريكيه ودول الاتحاد الاوروبي ودول الخليج ومن شارك في هذه الازمه ومن يعني خرب البلد بشكل عام يعني ومن موله ومن جعلهم ومن تسبب في أزمة اللاجئين أن يتدخل. دول التحالف عليها أن تتدخل. دول مثل ألمانيا، دول مثل المملكة العربية السعودية، وخاصة هنالك حديث عن إعادة أعمار سوريا. الدول التي خربت هذا البلد عليها أن تعمر بهذا البلد. ومن جهة أخرى يعني من تسبب في هذه الأزمة عليه أن يساعد هؤلاء اللاجئين بطبيعة الحال. إن كانت الدولة السورية تعتقلهم يعني، وهذا أنا لا أتدخل بهذا الشأن، لكن عليه الدول التي تسببت في هذه الأزمة أن تتدخل وتساعدهم صحيا واقتصاديا وأن تنقلهم إلى دول أفضل يعني حتى يعيشوا. وإن كان هنالك بعض الخلايا النائمة، والخلايا النائمة موجودة في كل مكان في كافة الوطن العربي وليس فقط في سوريا، يعني هنالك أخصائيين عليهم أن يقوموا بتحليل هؤلاء اللاجئين في مخيم الرقبان وغيرها من المخيمات. نعم، مثل من يعني هي الدول أو الأطراف التي ساهمت بمأساة هؤلاء المهجرين أو النازحين؟ سيد العزيز، كانت الدولة يعني بوضعها الطبيعي يعني شأنها شأن الأردن وشأنها شأن الدول العربية كافة. هنالك الدول الخليج، من مولت يعني ومن سلحت، ودول أمريكا وغيرها ودول مثل من يعني هناك العديد من دول الخليج، مثل من من دول الخليج التي سلحت؟ مثل السعودية ومثل قطر ومثل غيرها. نعم، ربما التقارير كثيرة تتحدث عن أن مثلا قطر سلحت المعارضة السورية والفصائل المسلحة لحمايتهم من آلة القتل الحكومية، لكن ما هو رأيك أنت في هذا الموضوع؟ هل بالفعل حمتهم أم تسببت في مأساتهم؟ بطبيعة الحال هنالك وجهات نظر مختلفة، يعني هنالك وجهة نظر تقول أن الدولة السورية هي من قمعت المعارضة عندما كانت سلمية، وهناك وجهة نظر تقول أن هذه المعارضة تلقت دعم دولي ودعم استخباراتي دولي ودعم مادي من قطر وغير دول قطر، وسلحتهم على أساس أنها قادمة لتحميهم. وبالمقابل يعني هذا الصراع اصبح كبير جدا، يعني اصبح صراع يعني حتى الدوله يعني سواء في الدوله او في شمال سوريا او حتى في اي قسم اخر يعني دوله مدمره يعني بطبيعه الحال يعني. وهذا ليس فقط في سوريا، لو كانت حادثه فرديه لقلنا هي حادثه فرديه، كانت ليبيا، كانت العراق، كانت اليمن، كانت تونس، يعني هو ربيع عربي يعني، والبعض قال عنه هو ربيع عبري يعني. قالت امريكا هنا لنصره يعني المسلمين ونصره العرب، لكن على ما يبدو هذه الدول. سيد رامي، يعني اليوم بعد 13 عاما يعني لا طائل من الدخول او التفنيد في هذا الموضوع ان كانت عربيه ام عبريه اما الى ذلك، ما الفاس قد وقع في الراس كما يقال، والداء من المستحيل أن يكون هو الدواء. اليوم هناك عشرات أو آلاف من الأشخاص يتعرضون لمأساة حقيقية، ما هو الواجب اليوم على المجتمع الدولي والدول المجاورة لإنهاء هذه المأساة؟ أنا برأيي يعني هل حاليا يعني هنالك مثلا على سبيل المثال لو أخذنا مثلا ريف حلب، هنالك تنظيم الدولة وهنالك دولة الكيان العبري، وهنالك قصف يعني اليوم صباحا كان هنالك قصف على المقاومة العراقية في ريف دمشق، وقبلها قصف يعني واعتداء من الكيان الصهيوني، هنالك يعني هم محاولة للوصول إلى تهدئة. المشكلة ليست في القوات يعني التي تحارب كافة هذه القوات، لكن المشكلة في المدنيين وهي الحالة الإنسانية والوضع الإنساني لهذه المنطقة بأكمل يعني. أعتقد من تسبب ومن مول ومن سلح ومن كان يخطط عليه أن يقوم بمساعدة هؤلاء اللاجئين وإدخال الأدوية وإدخال الغذاء وكافة هؤلاء يعني كافة الأطراف المتسببة أن تقوم بمساعدتهم بل حتى ونقلهم إلى دول أفضل للعيش. نعم، يعني نقل هؤلاء يحتاج إلى خطوة الأولى، الخطوة الأولى يجب أن تبدأ من الأردن لأنها الأقرب، لأن كما تعلم ويقول أو يتخوف كل هؤلاء النازحون من الملاحقة والقمع أو القتل أو الموت تحت التعذيب لدى قوات الحكومة السورية، لا يمكن أن يعودوا إلى مناطق الحكومة، بالتالي النقطة الأخرى الأقرب
هي الأردن، هل ستبادر الأردن في هذه الخطوة؟ الأردن استقبلت اللاجئين سواء من اللاجئين الفلسطينيين والمقيمين من كافة الدول العربية، وهي بلد العرب بأكمل. يعني الحكومة الأردنية تتحجج بطبيعة الحال بالوضع الاقتصادي، وتتحجج يعني أيضا هنالك الخلايا النائمة في مخيم الركبان. لكن لو عدنا للسابق لوجدنا الأردن أيضا شارك في هذه الأزمة من نقطة الموك، يعني قاعدة الموك العسكرية وغيرها، عندما كانت المملكة العربية السعودية وقطر والكيان الصهيوني وأمريكا في هذه جميعهم شاركوا في تدريب المعارضة في جنوب سوريا، فجميعهم يتحملون يعني هذه المسؤولية. لكن الأردن شأنها من شأن لبنان تتحجج بالوضع الاقتصادي والوضع الأمني أيضا. نعم، كيف يمكن جر هذه الدول إلى التزاماتها بخصوص مأساة هؤلاء النازحين؟ وأن اليوم نتحدث عن عدد يعني مقارنة بالأعداد الكبيرة التي تستضيفها الأردن مشكورة، قاطني مخيم الركبان هو عدد قليل قياسا بأعداد اللاجئين في الأردن. بطبيعة الحال أنا أعتقد هذه وظيفة الأمم المتحدة التي هي يعني هي لها يد في هذه الأزمة. إن كانت الأردن والدول العربية المجاورة التي هي أخوة في العروبة وأخوة في اللغة لهذه البلدان لا تريد استقبالهم، فعلى من تسبب في هذه الأزمة ومنها على رأسها الأمم المتحدة أن تقوم بتوطينهم في أفضل بلدان. أما إن كان لديهم حجج يعني تقول أن هنالك الوضع الأمني أو الوضع، هنالك خبراء معنيين بمعرفة من هو من هي الخلية النائمة ومن هو المسالم، وبطبيعة الحال في كافة حال من الأحوال أن تقوم بإدخال الغذاء والدواء لهذا المخيم. نعم، يعني هل أنت على اطلاع حول أي تحركات أو خطط ربما للتحرك إنسانيا نحو مخيم الركبان من طرف هذه الدول التي ذكرتها من قطر، السعودية، الأردن، خاصة مع التفشي الكبير لمرض اليرقان بين الأطفال وهي تهديد حقيقي ليس فقط لقاطني المخيم بل الجوار أيضا؟ سيد العزيز، هذه الدول حاليا الآن مشغولة، يعني لا أعرف هل هي هذه الدول نست أم تتناسى الوضع والمأساة في سوريا، لكن على ما يبدو أن الوضع في غزة والحرب في غزة يعني الجميع مشغولون بها. يعني بطبيعة الحال يعني دولة الكيان هي تقصف دمشق وتنظيم الدولة يقصف دمشق، الدولة السورية هي مشغولة في هذه الحرب والأزمة إلى الآن. الأردن يعني بطبيعة الحال مشغول بمشاكل ومشاكل مواطنين، لكن أعتقد يعني هنالك على من يمثل هؤلاء في سوريا، يعني ولا أقول الدولة السورية، بل من يمثل هؤلاء اللاجئين ومن يتحدث باسمهم أن ينقل قضيتهم للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، على يعني نقول لعل وعسى يعني أن يتطرقون لأمرهم ويقومون بمساعدتهم. والموضوع ليس هنا بالمساعدة المادية أو مساعدة الأدوية، بل لنقلهم إلى دول أفضل للحياة. نعم، وضحت الفكرة. من عمان رامي الدباس محلل سياسي، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات.